صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. وحلقتنا اليوم وإن شاء الله سنسلط فيها الضوء على المباريات اللي لعبت اليوم السبت إن شاء الله. باكر في الحلقة الخاصة بالجولة بشكل عام راح نتكلم عن المباريات اللي لعبت أمس ومباريات العربي ومباريات الفرق الأخرى، لكن اليوم في ثلاث مباريات مثيرة الحقيقة لابد أن نتحدث عنها. ونرحب بضيوفنا ومحللين متواجدين معنا اليوم، على اليمين لاعبنا الدولي السابق الكابتن علي زيد، بجانبه مدربنا الوطني الكابتن عادل محمود، على يسار مدير منتخباتنا الوطنيه والحارس الدولي السابق الكابتن خالد الشمري، واخر الحضور اللي نتحمد له السلامه بعد ما قبس على برشلونه وتسبب في خسارتهم بالثلاثه من يوفنتوس. شكرا. لا تروح رايح 0-0 مو 3-0. لا اللعبه الاولى 3 صدق؟ والله تكلمت اللعبه الثانيه برشلونه 0-0. انت مو الاولى اللي رحت لها؟ لا لا، يعني هو اللعبتين رحت، هو اللي قبس ما قبس بالعكس. قالوا لي راح اللعبتين. لا انا صعدت ريال، حضرت ريال وباير فازوا 4-1. صعدت ريال وطيحت. ما حضرت الثانيه اللي 3-2؟ 3-2 اللي 4-2 برشلونه وريال. برشلونه وريال ما حضرت. لا كان نفسه موجود، كان لا كنت موجود انا بس صارت لي شغله بس. يعني صعدت ريال وطيحت برشلونه، يعني قبسها برشلونه. ما لي شغل، فازوا والله اللعبه الثانيه. برشلونه فازوا على ريال. هو لا هو قاعد يتكلم على برشلونه خروجه من تشامبيونز ليج. بس انا قاعد وياك ترى على العموم ترى شلون راح لها شيء؟ والله صراحه ممتعه. وانا قاعد اقول لك خل خساره ريال من برشلونه هذه ما تتكرر، يعني صارت ظروف، بس ان شاء الله الدوري والشامبيونز لنا ان شاء الله. تستاهلوا باذن الله. تستاهل. محسن ذكرتني يوم تقول حضرت هاللعبه وحضرت اللعبه الثانيه. طبعا ما شاء الله لعباتك كلها يعني لا هو المفروض نحضر ثلاث. اي ادري بس الثالثه ذكرني واحد اعطانا واحده قال ثلاث مباريات حاضر باسبوع واقوى الفرق. ذكرني واحد من ربع قلت له كذي كان يقول انت كم عاشق. ان عليه بارد. عموما اللي حاب يشاركنا اليوم ارقام تليفوناته راح تكون واضحه على الشاشه، حسابنا في تويتر ايضا موجود، حسابنا في انستغرام ايضا موجود. ونشكر مجموعة الخشاوى العالمية اللي قاعد ترعى برنامج وترعى أيضا حسابنا في انستغرام. ثلاث جوائز تقدم يوميا لمتسابقينا من خلال حسابنا في انستغرام حساب برنامجنا. خلينا نشوف السؤال أو في البداية إجابة السؤال الماضي والفائزين معنا الثلاثة في حسابنا في انستغرام، وبعدها طبعا سنتعرف ايضا على سؤال حلقه اليوم او سؤال مسابقه اليوم في حسابنا في انستغرام. هذه هي الاجابه الصحيحه سيف الحشان، وهؤلاء هم الثلاثه الفائزين معنا. خلينا نروح حق سؤال حلقتنا اليوم، ودائما الاخوان يعني يحرصون ان يكون السؤال سهل حتى يفتحون مجال امام الجميع للمشاركه معنا في مسابقتنا ومتابعه حسابنا في انستغرام. من هو اللاعب العاز على افضل لاعب في بطوله كاس العالم 2002؟ هذا هو سؤالنا، نتمنى مشاركتكم معنا وان شاء الله تحالفكم الحظ للفوز باحد الجوائز الثلاث. نشكر رعاتنا وداعمينا مجموعه الخشاوى العالميه طبعا على راسهم شركه فيفا الراعي الرئيسي والرسمي ايضا شكرا جزيلا لهم. مصبغه بوتيك اندنتيك واخوي حسن الخواجه شكرا جزيلا لك. دير اندير واخوي العزيز محمد العنجري شكرا جزيلا لك. واخيرا اخوي طواري مدلول وكيل جي فوفو زيوس في الكويت شكرا جزيلا لك. واليوم اهداني تيشيرت احد الانديه اللي هم يرعونها طبعا او هم يلبسونهم اياهم في ايطاليا، نادي مونتوفا. نادي مونتوفا للمعلومه طبعا يقع في مدينه اسمها مونتويا. هذه المدينه في 2016 تم اختيارها للمعلومة عاصمة إيطاليا الثقافية، وقبل سنتين أوروبا اختاروها أفضل مدينة أو عاصمة فن الطباخ. يعني اللي يحب يطبخ يروح مدينة مونتويا الإيطالية. تدري الحين الشباب أغلب المطاعم ما شاء الله وشيف وكلهم ما تقعد بالدوانية قبل سوالف الدواوين سولفوا لك عن امور يعني قبل ما تحصل. الحين كل السوالف الاكله الفلانيه والطبخه الفلانيه وسوينا كذا الفلاني. صح شيء غريب صح صراحه. بس ترى سؤال سهل بسعود اللي حاطينه. شنو السؤال اللي حاطينه سهل يعني جاوب.
العود اعطهم العود يعرفون العود ب 2002 خله السر بس نقول العود. مره اخرى مشكور يا اخوي ابو ناصر على التيشيرت الجميل. قبل لا ابدي مع الاخوان طبعا لا يزال موضوع شاب كنكوني والتداعيات اللي صارت يعني انا بقرا تغريدته الاخيره بعد ما تم ايقافه. يقول في حسابه في تويتر اخونا ابو احمد شاب كنكوني يقول هذا خل افتح بس عشان يكون واضح حق الجمهور ويقرون معانا ايضا التغريدات لكن يبدو ما ادري فتح مع الاخوان ولا. عموما يقول هذا يؤكد كلامي مشكور مخرجنا يؤكد كلامي اللي قلته قرار مسير وليس مخير والمحير جاءتني اتصالات كثيرة علشان هالموضوع وإيقافهم لي ما هز شعره من راسي لأني رجل ما أرخص نفسي لأحد حتى اعتزال ما بي من نادي مسير ورد كلمة مسير مرة أخرى ولا يحترم لاعبينا وخير دليل أخوي فهد الفهد للأسف عطيت عمري وصحتي حق نادي مثل نادي كاظمة اللي ما يحترم لاعبينا النادي على باله أنا موظف عنده لا يبقى أنا أقول اللي يملي علي ضميري وهذا القرار يزيدني إصرار والمخجل أن نادي يتخذ قرار غريب مثل هذا. الله يعينكم وعلى فكرة طول ما أنا مع الفريق عملت كلاعب وإداري وما قصرت معاهم أما اليوم لا أتشرف أن أعمل مع ناس قراراتها عشوائية من غير تفكير وراح أكون مثل الجبل اللي ما تهزه ضربات الأعداء حسافة عليكم السنين واليوم أقولها وأنا متأكد القادسية وطن والعربي وطن وما زلت أتمنى القادسية البطل. وفيصل هذه طبعا ردة فعل أبو أحمد بعد قرار إيقافه. تعليق شنو نعلق؟ نقول انا يبقى ابو احمد الشاب كنكوني من الناس اللي انا احبهم ما زلت احبه يعني الامانه. لكن انا قلتها في الحلقه السابقه او في حلقه سابقه قلت لا يزيدون النار حطب. الامر صار فيه خلاف او اختلاف في وجهات النظر. نادي كاظمه شوف اول شيء احنا خلينا نتفق على ان نادي كاظمه له الفضل كل الفضل على شهاب وخالد وناصر وسويد وعبد الله معيوف وحمود ما حد فينا وانت وياهم اي خالد انا خالد لا خالد شمري يقول خالد شمري على كل لاعب لعب في نادي كاظمه ومثل المنتخب الفضل الاول والاخير نادي كاظمه ما حد يتفضل على نادي كاظمه. تختلف يمكن تختلف مع اعضاء مجالس ادارات يمرون على النادي اعضاء مجالس ادارات نختلف نتفق معاهم هذا امر ثاني لكن يبقى نادي كاظمه هو صاحب الفضل الاول اللي المفروض احنا نقول ونقر بفضله. انا اتمنى من الاخوان في مجلس اداره نادي كاظمه انه يقعدون مع الشاب كنكوني وهم طبعا اتخذوا قرار ايقافه لنهايه الموسم نهايه الموسم بعد اربع مباريات تقريبا ينتهي لكن اتمنى انه يقعدون معه وعلى قولة القايل يبقى الشاب كنكوني ابن النادي مهما صار ومهما حصل يبقى ابن النادي. احنا ما نهاجم الشاب كنكوني قال كلام في ذاك الوقت وانا ما بي يستمر فيه على نفس الكلام ونفس النهج. القادسية وطن، العربي وطن، الكويت وطن، كاظمة وطن، كل الأندية، كل واحد يفتخر السالمية وطن، أنا ما حد كلنا نفتخر بكل الأندية، بالنهاية نختلف مع الكلام اللي قاعدين قال، وأنا أعتقد يعني ممكن من خلال التلفزيون الكويت إن المفروض الموضوع ينتهي عندكم إنه يكون هذا آخر محطة في طرح الموضوع هذا، لأن خذ أكبر من حجمه، وأعتقد مهما قلنا ومهما تكلمنا ما راح نوصل نتيجة. ابو عبد الله يعني انا اللي شدني تغريدات اخوي شاب انه قال نادي مسير يعني اليوم مثل نادي كاظمه ورجالاته معقوله يكون مسير ولو فرضنا جدلا ان كلام ابو احمد صحيح فرضنا واحنا مخطئين في هذا الفرض لكن لو كان مسير من اللي يسير نادي كاظمه؟ من اللي يقصد ابو احمد قاعد يسير نادي كاظمه؟ هو يقصد نادي الكويت يعني واضحه ماكو نادي ثاني يعني دائما هما المعايير في الكويت وكاظمة والعربي والفيحيل كان هذا ما أدري السحب هو واضح أنه على نادي الكويت يعني من يقصد هو العربي ولا القادسية أكيد لا يمكن غزر رجالات أخرى لا يعني هما هو نادي هو من برا لا هو واضح ليش تدخل نادي الكويت لا مو دخل واضح السنوات الأخيرة في توافق بين حتى تسمع أنه والله الكويت كاظمة عطى الكويت أنه كذا فهو يقصد أنه حتى القادسية قالوا القادسية عطوا الكويت
شلون؟ حتى في ناس قالوا ان لا لا هذه غير هذه لا يعني ممكن هذه حدثت حادثه اختلطت الامور لا بس لا ما يصير نحطها على انا هو سالني رايي انا اشوف انت يمكن انت ما تشوف هالشيء وجهه نظري ان اشوف ان مسير من نادي الكويت هو هذا اللي يقصده بس بالنسبه حق موضوع شهاب يعني انا اتفق مع الكابتن خالد انه شهاب ابن النادي يعني دائما انت ناديك يعني انا اوجه له رساله دائما ناديك حتى لو يصير خلاف بينك وبين ناديك تصير لازم انت تكون ضمن هذا الاطار ضمن النادي ما تطلع لبعيد وما يعني انت على نهايه مشوارك اتمنى ان الامور هذه تنتهي وشهاب ابن النادي كاظم يعني اي لاعب لا يترك ناديه او يهاجم ناديه مهما حصل انا وجهه نظري في الصوره هذه ان انا هاجم ناديي والله ناديي سوى فيني كذي قاعد اهاجمه انا ما اقبل هالشيء لاني ترعرعت وتربيت بالنادي ممكن انتقد ادارينا لاعبينا لكن في النهايه انا ابن النادي وراح ارجع للنادي يوم من الايام مدرب او اداري فانا لازم انظر للمستقبل ويظل هذا ناديي. طيب وحسين ايش رايك تغريدات شاب وهل بالفعل نادي الكويت هو اللي قاعد يسير نادي كاظمه مثل ما ذكر ابو عبد الله؟ والله صراحه يعني هذه انا تفاجأت في ابو عبد الله بكلامه يعني وجهه نظره بس ماني عارف يعني على اي شيء يعني بنى هالافتراضيه هذه. انا اقول ان كلام كابتن شهاب هذه تعتبر وجهه نظره. هو ريال كبير وعاقل وعارف اللي يكتبه وعارف شنو ما يملي ضميره ويقوله ويدري ان الكلام اللي بيكتبه الكل الان يعني راح يعني يشاهده ويسمعه. فانا اتوقع ان شهاب شوف يمكن اتخذ هذه التغريدات بلحظه غضب. ما احنا عارفين يعني شنو هالغضب هذا اللي خلاه يعني اللي يقلب على 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 ناديه هالقلبه هذه صراحه. يعني انا افتراضا يعني ان اي لاعب يعني سواء لاعب محلي لاعب محترف يحترم الفنيله اللي 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 اللي, اللي يلبسها ويحترم شعار النادي اللي يلعب له. احنا قاعد نشوف لاعبين محترفين دوليين يحترمون عقدهم يحترمون النادي اللي هو يلعب له. فانا اتوقع ان شهاب اتخذ هذا القرار او التغريدات هذه اتخذها بلحظه غضب. وجهة نظري يعني اللاعب مثل ما قال كابتن خالد مساء ان اللاعب المفروض ما يتاثر باي شغله اداريه مثلا ما يتاثر. شوف انت الحين النادي العربي وشوف مستواهم وين وصل بسبب المشاكل الاداريه اللي عندهم. فاللاعب اذا حط بباله ان مجلس اداره مال ناديه مثلا بباله مثلا على قولة ابو عبد الله مسير من نادي معين او شيء راح يفقد تركيزه في الملعب وراح يفقد يعني حتى حساسيته في اللعب. فانا اتوقع ان شهاب من وجهه نظري اخطا في تصريحاته. طيب ابو محمود اختم وياك موضوع شهاب. انا ايد كلام الكابتن علي والكباتن بس انا اقول لك شغله واحده هو اخطا مو ما اخطا بس لكل فعل رده فعل. انا اتوقع ان الكلام اللي قاله شهاب كنكوني من مجمل اللي صار انا اتوقع هاي تراكمات من بدايه الموسم. ممكن يكون كانوا متحاملين عليه ممكن شغله ما دافع عن شهاب اللي سواه غلط بس ما يمنع مثل ما قالوا الكباتن انا خلي ضمن اطار النادي اروح اقعد ويا الاداره وانا اتوقع لو قاعد وياهم ترى تنحل مشكلته ما هي مشكله كبيره يعني بعدين هم مو بعيدين يعني كانوا يمك وقراب منه اتمنى ان هالمشكله تنحل وحتى الكابتن شهاب يعني كابتن كبير واتخذ هالقرار واتخذ الكلام هذا ونشره حالة غضب نادي كاظم ان شاء الله راح يتجاوزون هالكلام. طيب بس مسعود يعني انا بس جزئيه مسير مجلس اداره نادي كاظم او نادي كاظم طول عمره ما هو مسير في نعم في اخطاء يمكن في اعضاء مجلس اداره مثلا نقول هذا افضل من هذا او هذا قرار خطا او كذا لكن معايير ما هو مسير. خليني اقول لك ليش انا يعني خليك حقاني انا بصير حقاني يعني اليوم هم معروفين التكتل عارفين هم عارفين منو انديتهم كلامك طيب وعارفين المعايير منو انديتهم كلامك طيب. خليني اقول لك شغله انا على اساس تكون الصوره واضحه يعني يمكن ابو عبد الله ولا هو قصدي القصد اني ارد على ابو عبد الله لكن بذكر حادثه بسيطه. اخر مباراه نادي كاظمه لعبها ضد نادي الكويت كانت افضل مباراه لنادي كاظمه بالموسم. نعم لو كان نادي كاظمه مسير كان صار فيه تراخي داخل لا 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 قبل هذه نقطه ما يخالف احنا نوخر عن هالموضوع ما يخالف تراخي تخاذل لا راح اتكلم اتخاذ قرارات اتخاذ قرارات على الوقوف مع مثلا في موضوع معين في موضوع
يعني هل جمعية يعني هل هذا شيء جديد عزيز؟ هذا شيء جديد تو شاب تو حس فيه؟ اذا هل انت قاعد تقول ان اتخاذ قرارات مثلا ضد اللي صالح ضد الريال يعني ليش 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 شلون مسير يعني لا ليش الحين تكلم ان قالوا لي او قالوا حق مجلس الاداره وقف ليش ليش بهالفتره هذه بالذات تكلم وطول الموسم وقفوا طول الموسم ساكت لانه وقفوا زين زين يقط كل اللي بتبدا اقول لك معلومه اذا كان معلومات ممكن تكون خاطئه ولا هذا خل يعني التعليمات خلينا نفرض جت من جهه ثانيه انه وقفوا شاب كونكولي لان قال هالكلام كلام طيب حسب تصريح شاب زين الحين بسال سؤال واحلفك بالله انت مسعود لو انت عضو مجلس اداره نادي كاظمه شنو رد فعلك راح يكون كعضو مجلس اداره على الكلام اللي قاله شاب هل راح توقف متفرج او انك راح تتخذ اجراء على تصريح شاب السابق على تصريح شاب السابق انه والله النادي اللي صار وما ما تاخذ في عقوبه ابو فهد انا لو انا من الاداره انا ما قاعد اقول لك تاخذ عقوبه انا استدعي تمام احقق وياه كلام طيب في اجراء الموضوع بس مجلس اداره على طول وقف في اجراء في اجراء زين انا بقول لك لو نادي كاظمه يكره شاب كنكوني وهو انا ادري متاكد 100% ان نادي كاظمه يحبون شاب كنكوني ما يكرهونه شاب كنكوني احد افضل يمكن ثلاث او اربع حراس مروا على تاريخ نادي كاظمه هذه حقيقه ما ننكرها زين خلنا اقول لك شغله انا ما ادري ايش اللي صار بس انا اقول كان المفروض يعني لو انهم يكرهونه او ان المسيرين كان اتخذوا قرار في مثلا خلينا نقول موسمين ايقاف نعم لكن انا قاعد اقول لك العقوبه بسيطه اربع مباريات وانتهي الموسم هذه نقطه النقطه الثانيه لو كانوا مثلا نادي كاظمه مسيرين نادي كاظمه على حسب علمي انا حسب ما عرفته وحسب ما وصلني ان قبل مباراه الكويت سلم المحترفين رواتبهم محترفين نادي كاظمه استلموا رواتب قبل مباراه الكويت لا لا احنا شوف موضوع انا يعني دائما ارد يعني وانتقد اي شخص بالكويت يقول في موضوع عشان نقول احنا مسيرين هذا مجلس الاداره هذا ولا لاعبيننا قرار منه هذا قرار مجلس الاداره نعم كان احنا والله قلنا والله يا جماعه لا تعطون لا تسوون لكن عموما نعم نادي كاظمه على مر التاريخ من اول ما تاسس نادي كاظمه الى اليوم نادي حر طيب او اداره مجلس اداره حر باتخاذ قراراته باتخاذ العقوبه شوف انا ليش ما استدعي اللاعب انا كلام ما رد عليك استدعي اللاعب ولا استدعي اللاعب لا ما ملازم لا لا ملازم ما يصير يمكن فرضا انا كل لاعب وقع استدعي خل افترض جدلا افترض دائما اقول فرضا انه يمكن حسابي مخترق خل استدعي الريال يمكن يقول مو انا اللي كاتب اي يمكن ماخذ والله اخوي الصغير ماخذ تليفونه هو اللي كاتب مسعود كلامك سليم وانا لكن حجي يعني مجداره يمكن دق على تليفونه وما رد عليهم انا معاك في القرار لو انا كنت حجي مجداره استدعي اللاعب واقعد معاه واسمع منه صح. انا ما اقول لك لا ولا اقول لك ان نادي كاظمه على مجداره نايكه ما يتخذون قرارات خطا بس انا اقول لك ان ما هم مسيرين نعم. هذه النقطه اللي انا انكرها ترى ما يصير تقول مسير نادي السالمي بدل ما سالمي معايير مسير لا عنده مخطا انا واحد من الناس تضرب من نادي من اعضاء مجلس نادي كامل اي شيء يصير كلهم يقولون الانديه مو مسيره لا انا اتكلم اي موضوع الشيخ طلال ولا القادسيه قلتوا اي شيء يصير معروفين الانديه يسيرون احنا ما تكلم احنا تكلمنا برنامجك كنا والله احنا ذاك اليوم مطلق العازي المسكين هنا كلوب كشوره انت الساعد منو ومسيرين وتمشون على احنا لا مو انت علي ما ادري عادل لا انت وجه كلام لنا احنا ما اذكر والله بس انت قاعد تقول العازمي دائما يسولفون ان الشيخ طلال لا بس التكتل يمشي ورا الشيخ طلال من اللي يقول هالكلام الرياضيين يقولون الطرف الثاني بس الرياضيين منو الرياضيين كاظمه الكويت ابو فيصل حدد خالد علي عفوا ابو فيصل محسن ابو سعيد خل بقول شغله شوف الشغلة اللي قاعد تصير وخصوصا هذا الموسم شيء صراحة مضحك يعني والله قمنا يعني نضحك عليه احنا قمنا نسمع هني ونقط هني لان اي شيء قاعد يصير بالرياضة يحطون في نادي الكويت هوشة صارت كرة سلة نادي الكويت هوشة صارت تحت 17 ما ادري وين كرة قدم بين نادي الكويت هو اللي قاعد يهاوش يعني بدال لا يذكرون نادي الكويت انجازاته ومحاسنه قاعد يسوون الشغلات اللي قاعد تصير نادي الكويت بعد ما يصير هذا الشيء العربي يهاوشون اقول لك لا 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 عفوا لا لان بيقولون هذا الحكم راجع بيخلي الفريق هذا بدون عشان نادي الكويت بصلحك كل شيء صار نادي الكويت بعد عفوا اعطي فرصه لا عفوا انا بعطيك الحين انت اعطيك فرصه بعد عزيز شكو لا غلطان ابو عبد الله الناس كلها تدري فاصل مخرجنا الله لا يهينك فاصل
حياكم الله ويانا. قبل ايضا لا اروح حق التقرير، يعني اليوم الاخوان بلغوني صراحه ودزوا لنا صوره، يعني المفروض كان اليوم في اجتماع حق مجلس اداره النادي العربي لمناقشه موضوع المحترفين وموضوع الامور الماديه، لكن للاسف الصوره اللي دازين ليها الاخوان ثلاثه فقط حاضرين الاجتماع، ما كثر المصاب، يعني امر محزن صراحه. اليوم يعني دعوه لاجتماع مجلس اداره والموضوع يهم يعني كل العرباويه، حل مشاكل ماديه، احتمال يوقفونكم عن التعاقد مع اللاعبين، احتمال تنزلون درجه ثانيه، يعني مهامكم العربي العربي معايير. ليش ابو عبد الله ما قال العربي مسير؟ العربي معايير بعد شنو؟ لا لا واضح هو يقصد، واضح الكل يعرف. يعني خل اروح حق تقرير مباراه القادسيه والسالميه. شو الحقد هذا؟ على استاد محمد الحمد بنادي القادسية استضاف الأصفر فريق السالمية في مباراة يبحث فيها القدساوية عن النقاط الثلاثة للرجوع إلى صدارة الترتيب ولو مؤقتا. ومع بداية المباراة ضغط القادسية للتقدم، وكان لهم ذلك بعد تمريرة المطوع لضاري سعيد الذي أسكنها في الشباك مسجلا هدف التقدم. بعد الهدف ضغط القادسية وكاد يسجل في أكثر من مناسبة، ولكن فرصهم كانت تضيع أمام الهدف، وهنا أيضا فرصة للقادسية عن طريق دا سيلفا تصدى لها الرشيدي، وحاول السالمية الرجوع وتعديل النتيجة، إلا أن دفاعات القدساوي كانت بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف دون رد. في الشوط الثاني ومنذ بدايته تبادل الفريقان الفرص والهجمات، ولكن لا جديد، فرص من غير أهداف. وفي منتصف الشوط الثاني أجرى السالمية بعض التغييرات التي جعلت السالمية أخطر في منتصف الملعب وفي الخط الهجومي، واستمر مسلسل تضييع الفرص للسلماوي وأيضا للقادسية الذي أتيحت له فرص أخطر لم يتصرف بها المطوع ودا سيلفا بالشكل الصحيح. وهنا خطأ ينفذه مساعد ندى، ولكن الكرة فوق العارضة. أنا أشوف أن الشوط الأول لم نكن في يومنا، ما كنا بالشكل اللي المفروض نكون فيه أمام فريق يبحث عن صدارة. إحنا فريق يبحث عن مركز، نلعب أمام فريق يبحث عن صدارة، كان المفروض أن إحنا نكون بشكل نظهر بشكل أفضل من كذي، لكن ما استطعنا. أعتقد أن الشوط الثاني الاستحواذ، بدينا نلعب غاتسية خوفة على النتيجة وخوفة أن السالمية يسجل، أعطانا نص الملعب، بدينا نلعب، ولكن كان أسلوب إدارة الهجمة المفروض يكون فيه أحسن من كذي. لاعبين يحاولوا والله يعطيهم العافية أقول لهم شكرا لكم، ولكن كان المفروض أنه خاصة في الثلث الدفاعي الأخير اللي هو منطقة الدفاع القاسية، كان المفروض أنه نسأل أو نقول الجانب المهاري الفردي لو كان حاضر كانت الأمور تصير أفضل. طبعا هو المهم اليوم عندنا الفوز، ولا وكل لعبة بس بقيها نهائي بالنسبة لنادي القادسية. ثلاث نقاط خذناها من نادي السالمية، نادي كبير، وأعتقد هذا الانتصار اللي حققناه يعطينا دافع في المباريات المقبلة حقق النتائج الأفضل. بعد هذا الفوز وبعد هذه الصدارة شو تشوف مشوار الدوري وهو في المراحل الأخيرة بالنسبة من البطل؟ الصدارة نعم. لا احنا القادسية ما نلعب إلا على البطولات، فلازم تتأكد من هذه المقولة، ولاعبين القادسية ما يفكرون إلا بالبطولات إن شاء الله. خارج هذه المباراة شيخ خالد، ماذا تقول عن استقالة الشيخ أحمد الفهد؟ طبعا هذا الشيء يخص الشيخ أحمد الفهد، وهذه الأمور تكلموا فيها في وسائل الإعلام كثير، والشيخ أحمد الفهد نزل بيان في هذا الأمر، وأعتقد البيان كان كافي وافي. واستمرت المباراة على هذه الشاكلة لتنتهي المباراة بفوز القادسية بهدف دون رد، ويرجع القادسية للصدارة مؤقتا. يحيى دشتي لبرنامج 90 دقيقة. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. مشكور اخوي يحيى دشتي، نبارك القادسية، نقول هارك للسالمية. ابو فيصل عنده توضيح بس بخصوص موضوع شاب، تفضل. طبعا حسب ما وصلني يعني تو الحين ان تم ايقاف شهاب كنكوني
بناء على انه طلع في لقاء في احدى القنوات في برنامج رياضي دون تصريح او دون اذن رسمي من نادي كارما، مجلس اداره نادي كارما. طبعا هم وقفوا على هالاساس مو على التصريحات اللي طلعها بتويتر واللي قالها، هذا الكلام اللي وصلني. طيب طبعا صح غلط انا مالي شغل فيه، لكن انا بس ابين ليش تم ايقافه. طيب خل نروح حق مباراه القادسيه والسالميه، اروح حق القدساوي ابو عبد الله. كنتوا الافضل اليوم ما في شك، استحقيتوا النتيجة واستحقيتوا المباراة. والله الحمد لله، شوف على الثلاث نقاط يعني المباراة هذه كنا حاسبين حسابها عدل، يعني مبين ان في عمل اداري وفي فني في تحضير للمباراة واضح. بالنسبة حق الفريق يعني انا انصدمت اليوم مع احترامي للسالمية ان ما كان ذاك الخصم اللي توقعته اشرس من كذي يعني، لكن الحمد لله ممكن القادسية فرض نفسه ولعب بطريقة يعني أنت حتى لو تلاحظ بادر بالتسجيل في أول دقيقتين. نعم. وهذا أعطى أريحية للقادسية، والشيء اللي يسعدني إن اللي كنا ننتقده قبل إن وطالبنا إن الاستقرار بالتشكيل والانضباط داخل الملعب، يعني تلاحظ الفريق الآن يعني ترشحه، أنا أرشحه تقريبا 70% إنه يفوز بالدوري، يعني على الأداء هذا وعلى الاستقرار. و اكثر ما فاجئنا مثل ما قلت لك المحترفين، يعني دي سيلفا الان هداف الدوري وهو جاي شهر واحد، ف ومنو سجل الهدف اليوم؟ الظهير الايمن ضاري. ففي عده امور يعني فنيه، وايضا ما نبخس الامور الاداريه ان في تحضير واضح، واتمنى ان الفريق يستمر في اللعبات هذه القادمه الاربعه او الثلاثه انه يلعب بطريقه الكؤوس. واليوم صراحه تحس ان القادسيه يعني ما ادري يمكن السالم هو فرض نفسه، لكن انا قلت لك لازلت اقول لك ان تفاجأت من السالميه، توقعت حتى الشوط الثاني يكون عنده رده فعل، لكن هذا ما حصل. الحمد لله ان حافظنا على المنافسه يعني بينه وبين الكويت ان نقطتين، فانا اتوقع ان مباراه الكويتيه راح تكون حاسمه، واتمنى ان الفريق يكون جاهز ذهنيا وبدنيا لمباراة الموسم. انت شنو قلت؟ فاجئني نادي السالميه او استغربت من السالميه؟ استغربت من السالميه يعني انه يعني مثل كوضع السالميه الان لا ينافس ولا هو انه خايف يطيح، ما كانت في رده فعل يعني كانه هو يبي يطلع يعني هذا اللي شفناه. انت قصدك كان لاعب للتعادل، كانه لاعب للتعادل. لا مو لاعب تعادل، انت دش عليك جول اول دقيقتين، يعني مو تقول دش اول دقيقتين دش عليك هدف. فانا قلت ممكن الشوط الثاني توقعت تكون ردة فعل من السالمية حيث انه ما عليه ضغوط يعني. انه يلعب للهجوم. انه يلعب اريحية حتى. يعني كان خايف انه يخسر خسارة ثقيلة. ليش انا على المدرب بعد الله مو حلوة انه لما خسر ماشي مثلا 5-0 او 6-0. لا فنيا. يعني بايخ بحقي انا كمدرب بالسي في مالي والله خسران من القادسية 6 مثلا. انت فنيا طالعها فنيا مو بالعاطفة ولا بال يعني طالع مباراة كذي. فنيا على الاقل انا العشر دقائق الربع ساعة الاخيرة يعني انتهج النهج الهجومي، احاول ابين ابادر اني انا اسعى للتعادل، هذا ما حصل حتى في الست دقائق البدل ضايع على حسبها. السالميه مستسلم. طيب رايك مو احمد تأيده في هذا الراي ان السالميه اليوم يعني والله وش يبارك ما كان لاعب لا الفوز ولا السالميه اليوم مو نادي السالميه، خاصه ان اداء الفريق بالمباراه اليوم بصراحه شيء غريب اللي حصل. فريق كان قاعد يلعب كانه قاعد يلعب بس ابي الدفاع ما ابي الهجوم، ما ادري شنو خطه المدرب، بس السالميه اليوم ما ادى شيء واللاعبين ما توفقوا. كان الممكن مثل اللعبات في لعبتين ثلاث اللي طافوا انه يعطون اكثر من كذي لاعبين السالميه، وكابتن عزيز حماده ممكن ما توفق بالخطه او بالطريقه اللي حطها اليوم، بس هذا ما يمنع مثل ما قال تونا قاعد نتكلم احنا بالموضوع، يعني انا مغلوب 1-0 وانا بالدوري، انا خلاص ما راح اطيح الدرجه الثانيه، خلاص انا ضامن نفسي هني، ابدا هجم اعدل شوي من طريقتي. القادسيه كان قاعد يلعب بس دا سيلفا قدام، وبدر المطوع كان ماخذ شوي صوب اليمين، ويعني اشكار قاعد يلعبون على مرتده، انا العب كثره مدافعين. السالميه لغايه اخر دقيقه قاعد نشوف 4 مدافعين واللاعب النص المتاخر الخامس وياهم وايد على لاعب واحد، يعني لو تلاحظ اخر مباراه اخر الجيم الثاني 4 مدافعين على لاعب واحد، ويجيهم لاعب بدر مطوع من وراء او ويجيهم
اي لاعب ثاني بالقادسيه يعني ترون 5-2 وايد، ليش ما غير طريقته؟ هذا طبعا شيء يعني كابتن عبد العزيز وهو ما ادري شلون طريقته بصراحه اللي لعبها اليوم. نعم. وفيصل انا والله عيد كلام اخواني اليوم، اليوم مباراه تسع للامانه، انا استغربت من نادي السالميه بهالاداء الامانه، اداء جدا سلبي. بس بقول شغله بعد اذنك كابتن معلش، بعدين اعتمادنا اليوم يعني السالميه 99% على عدي الصيفي، كل كره عدي الصيفي عدي الصيفي. زين في عندك انت 10 لاعبين بالملعب، ليش ما استغلهم؟ هذا 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 من الاخطاء اللي بعد اذنك كابتن، ها هذه من الاخطاء اللي قاعد اشوفها اليوم، ان اعتماد على لاعب واحد. ليش وعندك راس حربه وين وعندي فهد الرشيدي وعندي عندي مثلا عندي لاعبين ممكن يطلعون على يفتحون على الاجناب يسوون شيء. انا اقول لك ليش اليوم شنو المشكله، المشكله اليوم اغلب اللاعبين اللي داخل الملعب كل واحد قاعد يلعب بنفسه بروحه، تلاحظ عدي الصيفي ياخذ الكره يركض فيها بروحه، زويد كذلك نفس العمليه. ليش يركض بروحه؟ شوف اكو مشكله، اكو ما مشكله ماكو مسانده عند نادي السالميه، ويمكن في بعض الانديه نفس الشغله، مشكلتهم انهم قاعد يركضون. شفت اللي يركض سيده وطالع ورا يدعم الطوف بالاخير، هذه مشكلتهم اليوم، قاعد يلعبون مباراه وخايفين نطيح. السالميه عمليا يعني على الورق يبي له نقطه عشان يضمن وجود بقائه في الدرجه الممتازه، لكن منطقيا وهو ما راح يطيح، ما نتكلم منطقيا ما راح يطيح. انت لازم بس هو قاعد يفكر هالتفكير. شوف السالميه لعب اول قسم مع القادسيه وكان متفوق عليه، تعادل مع القادسيه في اخر تقريبا الوقت الضايع. ليش انت خايف؟ مع احترامي الشديد، ليش انت خايف داخل الملعب؟ خايف شنو تخسره؟ المفروض اللي يفكر بالمباراه تشغل المباراه وهو نادي القادسيه. صح. اليوم القادسيه من مباراه لمباراه قاعد يتطور مستواه، اداء المحترفين قاعد يتطور، بدر مطوع وجوده مع الفريق واضح، واضح انه مؤثر، وغيابه مع الفريق كذلك مؤثر. اليوم القادسيه قاعد يؤدي اداء جدا ممتاز، زين عنده هدف يبي يوصل له وهذا حق مشروع. بالنهايه السالميه للاسف يعني انا ما ادري قلت لك انا يمكن امثلها في حاله واحده، يركض قدام قاعد يطالع ورا ماكو فايده، طالع قدام باقي منطقيا باقي 4 مباريات، لازم لو فريق ثاني يفوز في الاربع مباريات وخسر السالميه في الاربع مباريات هذا امر طبيعي يطيح درجه ثانيه حسابيه. ترى ابو فيصل ترى الضغط الحين، الضغط الحين ترى على الانديه المتصدره، يعني لو اي فريق يجاب مثل القادسيه او يجاب الكويت يلعب باللعب اللي يعني اللي اهله انه يفوز في المباراه ويضغط على فريق نادي القادسيه او نادي الكويت ترى ممكن يسبب احراج، لان نادي الكويت نادي القادسيه هم تحت الضغط الان. نعم صح. يعني قاعد يلعبون. انا اعطيك مثال، شوف اذكر في سنه من السنين ايام عبد العزيز العنبري، كابتن عبد العزيز العنبري الله يطول بعمره ان شاء الله، كنا الشوط الاول نلتزم بتكتيك مدرب، ناسي اي مدرب هذا. الشوط الثاني اذا شافنا ان بدايتنا قاعدين على نفس المنوال مال الشوط الاول هو بنفسه ما لكم شغل بالمدرب، لعبوا لعبكم. اللاعب لازم يبدا ساعات، يعني مو كل شيء انا المدرب يقول لي قاعد اطبق اعلان ايش كانت انا لاعب والله معطيني موهبه، لازم بيني وبين نفسي وبيني وبين ربعي لازم يكون في قائد بالفريق يشوف حاله الفريق يغير ويلعب الفريق، لازم يلعبون لازم يطلعون اللي عندهم بالضبط. وكل شيء مدرب ابو محمود يعني ما ادري هل يعني الموضوع امس احد الاخوان دز لي مسج ان في يعني محاوله اضراب من بعض لاعبين نادي السالميه، عندهم مشكله مع الاداره، لكن الحمد لله حسب اللي عرفته ان الشيخ تركي تدخل وحل الموضوع. هل هذا الموضوع تتوقع اثر على اداء الفريق اليوم؟ لا 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 لا، الشيخ شوف الشيخ تركي مو مقصر ويا اللاعبين، ماشي اللاعبين يعني اللي محتاجينه مو قاعد يقصر وياهم. اوكي ممكن تاخر كنادي، انا ما اتكلم كشيخ تركي، النادي تاخر بدفع مستحقات، هذه قاعد تصير بكل انديه الكويت مو بس بنادي السالميه، دفع التاخير بالمستحقات، بس مو معناته ان انا متاخر علي بالمستحقات ما العب عدل، لا هذه ما يسوونها. طيب. لا ما 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 لها دخل نهائيا. طيب لا بس تاثر، تأثر على شنو تأثر؟ يعني انت انا كلاعب انت اليوم موظف زين قاعد داوم شهر او شهرين ثلاثة اشهر راتبك ما نزل، هل اداك راح يصير نفس الاداء؟ تبي الصج؟ انا الحين واحد من الناس، انا للحين ما اخذت مستحقاتي حلو؟ ودائي تم مثل ما هو بالنادي، بس انت ما تغير ادائي، انا قاعد اشتغل، انا قاعد اشتغل حق نادي، احنا بشر، انا قاعد اشتغل نادي سالميه، واحنا نقول ونمشي على الحديث اللي يقول اعطي الاجر اجره قبل ان يجي الفارق. انت اليوم مو معقوله بتقعد لي شهرين ثلاثة اشهر تلعب وبتركض بالملعب وتتعب وحالتك حاله، وما يعني بالمقابل انت مو متعاقد معاي؟
زين على انك تعطيني راتب في عقد بيني وبينك اني انا اخذ راتب شهريا كذا قدره صح بس مو معقوله انا العب شهرين ما تعطيني وتبيني نفس الاداء مو معقوله لما النادي يكون بحاله الرخاء ما خالف خالف انا هني ما انتقد النادي انا هني ما شوف لا انا ما قاعد انتقد النادي بس انا قاعد اقول لك انا ما اتكلم عن النادي انا بتكلم عن اللاعب انا بتكلم عن اللاعب يعني جت فتره من الفترات لاعبين السالميه قاعد ياخذون حقهم وزياده لاعبين الدرجه الاولى ما كان مقصرين يا النادي ما كان مقصر وياهم النادي على رسم الشيخ تركي الحين النادي طاح يعني مو طاح بل صار في تاخير بالمستحقات خلاص انا بزعل ما العب انزين انت جتك فتره من الفترات النادي كان معطيك حقك وزياده اذا ما توقف يا ناديك وتساعده بفتره صغيره ما نقول لك تساعده سنه ولا سنتين تاخر عليك شهر ولا تاخر عليك شهرين خلاص انا باخذ موقف من النادي زين اللاعبين قاعد تعطيهم الحين انت مقابل شو اللي بينك وبينهم انت في عقد انا اقول لك محمود ترى اللاعبين انا ما اللاعبين مو عيال النادي يعني مع احترامنا لهم انا اقصد يعني مو عيال مو ما طلعوا من النادي السالمي هم محترفين او لاعبين محليين تم التعاقد معاهم هم جت لهم فتره من الفترات قاعد ياخذ حقه وزياده ما يخالف محمود اكو شغله هذا اللاعب قاعد عنده التزامات ثانيه اذا بتاخر انت عليه شهرين انا قاعد اقول لك هني خل النادي على جنب خل عرام اصدار على جنب انا قاعد اتكلم لك عن اللاعب لا يمكن اللاعب راح يعطيك نفس الاداء اذا كان متضايق ما انت لاعب كويتي كابتن كابتن خالد انت كويتي انزين لما تيجي تقول لي بحط انا على 300 ولا 400 ولا 500 دينار هذه بحسبتي احنا لو تقول لي محترف وما اعطيه فلوسه بتاثر فيه انا ما تقول لي لاعب كويتي اللاعب الكويتي قاعد يشتغل الصبح وقاعد ياخذ راتبه من الهيئه وغير العقد بس هم في مينك وبين عاد ما يخالف العقد راح تطبق ما تطبق الحين بتطبق بعد اسبوعين اسمعني خليني اقول لك شغله انا هني ما قاعد اتكلم عن مجلس الاداره انا قاعد اتكلم عن وضع اللاعب انت تبي من اللاعب انه يعطيك بالملعب 90 دقيقه عن اللاعب وانت مقصر حقه ما يقدر ولما نزلت على حقه انا فتره من الفترات ما تبين فيه يعني طيب شوف بفيصل حق اللاعب ما يضيع سواء خلال شهرين ثلاثة اشهر اربعة اشهر ان شاء الله سنه ما اخذ دام انه في عقد حقه ما يضيع احنا مثل ما قلنا يمشون مثلا اللاعب المحترف اللي تكون ميزانيته موجوده ترصد لو حسين وين يصرفها وين يصرفها حقي ما يضيع ولا مثل ما قال عندي التزامات عندي كذا كابتن خالد صحيح وايد لاعبين بالعرب انا معاك ومؤثره ما وايد طلعوا وهدوا النادي بس ان بس انا التزامات انا رزقتي مو على مو على مو رزق مقدر رزق انت ماني على قولتهم يومك اللي قاعد يعدي على شغله معينه يعني اليوم انا اذا بقول لك حسين انا بقول لك 24 شهر انت موظف انا موظف صح نعم. خلي عدي يوم من الشهر عندي انا مثلا عندي رصيد بالبنك لكن خلي عدي يوم من الشهر ما نزل راتبي شو يصير فيك طيب خل اروح لي فاصل وبعد ذلك عود صباحكم الله بالخير اخونا فواز الحمد داز لي فيديو يقول هذه هوشه اليوم انا اعتقد انها مو اليوم يقول مراحل السنيه اعتقد امس يمكن اول امس هل نادي الكويت له دخل فيها خلي نورنا محسن العنزي لازم يعرف ان المشاجرات تكون شخصيه ما لها شغل بالانديه واعتقد هذه محسن غانم اللي صار طبعا في مباراه الجهره والنصر للاسف ان هذه اللقطات اعتقد قبل النهائي او في مباراه قبل النهائي تدري ليش ما يحطون نادي الكويت لان في بعض اللاعبين لابسين فانيله بيضاء لا 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 هو طلع لك مباراه في ابيض نادي الكويت صايره هوشات بين انا ما نقول حتى سنوات القابل بس هالسنه اول مره الكويت كذي يعني ليش قاعد نتكلم عن الكويت لان الكويت سنوات طافت ما كان كذي ما طيب. كان ذيك الهوشات ولا زين اذا احنا لفت النظر لا بس محسن اذا احنا اصحاب مشاكل احنا بكل نهائي واصلين اذا كل نهائي هوشه ما المفروض انت مساعد قاعد تحسب انا اخذ البطولات كلها احنا يعاقبونا ما ناخذ البطولات حاجيك ما اتكلمك عن البطولات لازم تميز الكويت متفوق صار له 5 سنين كاس تفوق بس محسن الكويت متفوق ادري لا تقول اذا انا بنكر هالشيء انا ماني رياضي لا ادري هنا بشار جاسم زميلنا الصحفي الفني الرياضي يقول اتمنى عدم حضور اجتماع بالنادي العربي ما ينقطع على نادي الكويت بعد والله انت مو طلع حكي لنا اثنين تذكر يوم سالفه لا امانه عادل كلام ما طلع وثبت انه رايح مشتبه نادي الكويت
والله انا ما ادري كذاب ما ثبت ما ثبت اعترفوا لا لا ما ثبت اللي راحوا الاثنين رفع الايقاف عن ميسي اربع مباريات نادي الكويت نادي الكويت ايش نادي الكويت لا لا داخل الكويت احنا ما لنا شغل برا لا تروحون ميسي وهذا يبا انا بقول لك هي مو تنازع هو ترى صدق تدري شنو مشكلتنا ترى اللي صدق اللي صاير لا 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 عبد الله تدري شنو مشكلتنا ترى واقع بس احنا نحاول خشمره الناس علشان نضيع السالفه عبد الله انا اقول مشكلتك سيطر هو مشكلتك تنخص كالتالي احنا اليوم قاعدين نحط زوم على جهه معينه ونترك امور ثانيه يعني مثلا على سبيل المثال الهوشه هذه اللي صارت امس عدل نعم نعم. صارت بين ناديين ما حد تكلم عنها نهائي ولا حد تكلم عنها لا انا بقول لك شغله انا نادي الكويت ما فيها مو احنا نمسك السنه هذه قاعد نمسك اي شيء يسوي نادي الكويت نقول ها شوف ايش سووا شوف ايش سووا شوف ايش سووا ليش في اخطاء ابو فيصل هذه حجه ضعيف يا رجل تعال جاب لنا فنيا احنا لعبنا ورا تعال جاب لنا بالملعب فنيا لما احنا ننتقد فنيا اشتغل الشغل اللي قاعد نشتغله بالنادي الساعه كلها انا غلطان جميع الالعاب جميع المراحل وذيك الساعه تعال انا قاعد اقول لك انت فيصل احنا اول امس اعطينا مباراه ولا 100 سنه توصل حق وين 100 سنه شنو انت تشتغل 100 سنه ما توصل لنا شنو بطولات شنو ما توصل احنا 30 سنه ابطال التفوق انا قاعد اقول لك صار لك 5 سنين توك طالع لا ليش توني طالع حبيبي هات هي 50 سنه صار لك كاس تفوق شنو 5 سنين شو تسولف من متى انت من متى قول لي صدقك لا قول لي من متى هلي انت لا 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 غطسيه انت ما توصل مواصيل غطسيه لا انت ولا اللي ماسك النادي ما انت قسم ما توصل مواصيل ما انا ما انت قسم القدر النادي لا بطولاته توصل له لا 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 كاس تفوق صار له 40 سنه ان شاء الله اوصل له صار لك 4 سنين فضحت انا اسمعني روح اقرا تاريخ نادي الغطسيه انا ما انتقص من قدر نادي الغطسية لا انتقص من قدر من انت تقول ما توصلون مواصيله ابو عبد الله ابو عبد الله شنو ما نوصل مواصيله هذا اللي ينتقص من قدر لا مو في افلامكم مشاكلكم اللي اشتغلتوا بالنادي ابو عبد الله اللي ينتقص من قدر نادي اي نادي هذا جاهل هذا حجه انت هذا حجه انا ما قلت انا ما يبطاري نادي لا قلت ما توصل مواصيله ما يبطاري شنو ما نوصل مواصيله ما يبطاري نادي الغطسية ما توصل انت مواصيل غطسية على راسي وعندي لو تحط الملايين هاي كلها اللي عندك ما توصل لا لا حبيبي لا انا قاعد انافسك في مشاكلي يا جماعه بدكم شغله بشغله بس والله العظيم ما يخالف خلونا نقاش ما بغانا لا يقول ما توصل مواصيل اي شغل اشتغلته انا صار لي 40 سنه كاس تفوق بطولات القدم كل بطولات انا خالف طايفك بتجيب نفس اللي انت هسه كل البطولات اقعد لك يا بيل في 20 سنه بكل البطولات يلا طول نادي بتجيب نفس اللي يبتها السنه بكل البطولات ما توصل يا علي مو الحكي علي انا ما راح ارد انا هذا اللي قاعد اقول لك روح اقرا وخلي الناس تقرا الارقام لا يبا نقرا وعارفين احنا طيب. عارفين القادسيه اقرا الارقام عارفين القادسيه منو الزعيم انت ولا العربي الحين شلون العربي منو الزعيم انت ولا احنا الزعيم احنا اكثر بطولات بكل البطولات يعني مو العربي لا ايش فيكم العربي كان هو الاول خل اخذ بعض الاتصالات يا اخوان اخوي عبد العزيز صبحك الله بالخير دش على العربي انت شلونك بالعربي حياك الله بالخير منو؟ الله صوتك يقطع يا عبد العزيز بس خلوا كلامنا خلوا كلامنا بيننا هنا عظم مجلس اداره تفضل يا عبد العزيز عفوا ابو محمد صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور يا اخوي اتمنى الاخوان يرفعون الصوت داخل الاستديو بس وصبح الكبات اللي عندك حياك الله الله بالخير كلامه اقول لهم طولوا بالكم كل ابوكم القاسية بطل والكويت بطل وكاخمة بطل والسالمية بطل حتى الجهرة بطل كفو كفو جزاك الله خير هاي البطل أندية كويتية يلعبون فيها ورؤساء كويتيين وعيال البلد ما نرضى على أي واحد صح ونعم فيهم كلهم ونعم فيهم كلهم كلهم عيال كويت ما نرضى على أصغر واحد فيهم أصغر واحد نعم عدل كلامك مسألة إن سالفة إن هذا أو هذا كذا هذا شيله هذه طبق تردي الرياضة الكويتية عندنا وهذا الشيء ترى الناس اللي برا قاعدة تنظر لنا نظرة هذه طيب عموما المهم أتكلم على أخوي مشكور يا أخوي عبد العزيز أخوي محمد صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير سعود حياك الله يا أخوي محمد وهار لك الخسارة اليوم ما عليه والله هزيمة يعني صراحة غير متوقعة ولا في البال أبدا سالمية اليوم ما يستحق الهزيمة والقادسية لا يستحق الفوز مع احترامي لهم المفروض النتيجة العادلة التعادل خاصة الشوط الثاني سيدنا المباراة بس الحظ اليوم عاندنا صراحة عاندنا واستغرب عدم مشاركة السويدان أساسي ليش إنه مبدع الولد بس هاش نقول بعد هذه الكرة غالب مغلوب بس علي زيد عليك عتبة يعني ما قلت اللي يطلع منك وانت عزيز وغالب تعرف قدرك
حبيبي يا تيمي والله حبيب. مشكور مشكور والله. انت كلامك مختلف يعني. ابو عبد الله يقول انتم ما تستحقون الاداء السالميه اليوم. ايه وجهه نظرها وجهه نظر تحترم، بس اداء السالميه اليوم ما كان اداء فوز، ما كان اداء يعني. هو يقول القادسيه ما يستحق الفوز محمد. القادسيه اول ربع ساعه مفروض يعني قول، بس عندنا بسالة هو يشوفها تعادل محمد الرشيدي. طيب جات نور خل اخذ اتصال اخر. فهد صبحك الله بالخير. هلا بسلام صبحك الله بالخير. حياك الله يا اخوي فهد صبحك الله بالنور. صبح عليك صبح على الاخوان الموجودين عندك بالخير كلهم. حياك الله حياك كرامه. سعود بقى اربع مباريات او ثلاث مباريات نهاية الدوري خلاص. نعم هذا هذا نداء خاص حق لجنة الحكام واللجنة المؤقتة الموجودة. اختيار الحكام المباريات هذه ضروري تستعينون بالحكام المميزين واللي يهدون المباريات إلى بر الأمان. مباراتنا اليوم احنا الغاسية عمار الشكناني حط 6 دقائق للسالمية ولا ضاع من المباراة كلها يمكن أكثر من 3 دقائق. صح. هل انتم تعمدون ان تبون الغاسيه يتعادل ولا تبون شنو؟ يعني ترى عنا ملانا قاعد نقول الكلام هذا. احنا ما نشكك في الحكام ولا نطعن فيهم، بس نقول يعني خليتها ما شكك في الحكام. صح كلام. لا وين صح كلام؟ صح. 6 دقائق كمل يا جماعه خليك 6 دقائق. لا تاخذكم العاطفه. 3 بس. لا تاخذكم 6 دقائق معطي على شنو؟ انا اتحدث ان يطلع يقول اعطني 6 دقائق. مشكور يا فهد. هل بالفعل يعني حتى اخونا احد الاخوان داس تغريده والله ماني متذكر حسين جوهر يمكن ومعقوله 6 دقائق؟ لا هي 6 دقائق وايد، بس من يقول لما 6 دقائق وايد 6 على شنو؟ ماكو شيء. روح شوف المباراه، خل لجنه الحكام تشوف المباراه الشوط الثاني على شنو 6 دقائق؟ افرض يعني بالغلط سالميه قول اخر بالدقيقه السادسه هذه، يعني شنو ذنب الغاسيه؟ تايده بالكلام لا 6 دقائق وايد. 6 دقائق وايد بس بس وقت المباراة عمار اشكراني ترى في وايد قرارات ما توفق فيها. هو تكلم عن الوقت. ليش ما تكلم عن الاخطاء عيل؟ الاخطاء واردة على الطرفين، بس الوقت انت تحسن هذا يغير يعني مسار المباراة. اكيد انت ايش حقك تحط 3 دقائق زيادة؟ من عندك باك اليسار مالك؟ قحطاني صح؟ مو المفروض ينطرد؟ خليني اتكلم بس وجهة نظرك. لا ما يخالف. محمد الهويدي خذ انذار على كرة. حلو ما في طرد بالمباراه. لا ما في مجرد انذارات. لا ما في طرد. محمد الهويدي طار سلايد حاش الكره بعدين حاش اللاعب من الجنب، وهو ريل محمد لون الجنب حاشه دخول الحكم ياه. لا ما يخالف الحكم ياه اعطى انذار. محمد ريله بعيده عن اللاعب نهائيا، ما راح الريله حاشه الكره. طيب بس دخول خلاص هاي تكفى ابو سعيد. اخذ عليها بعدين في كره ثانيه خذ القحطاني انذار اللي صح. طار خذ اللاعب طيره برا. صح. حلو صح. وراها نفس لعبه محمد الهويدي اللي طارها القحطاني المفروض ياخذ عليها انذار. ليش ما اعطى انذار القحطاني؟ ما طار مثل هذا شو اسمه سرور ما ادري. لا ما اتكلم عن سرور، انا اتكلم عن محمد الهويدي اللي اخذ انذار. انا لو بقول لك طيره سرور هاي الجيم الثاني طرد تيلو حاش اللاعب سوفي حتى انطرت القحطاني. طيب. طير اللاعب ولا تصير تقدير لكن أوكي. الوقت مهم. المهم الوقت هو بعدين انت ليش الحين انا قاري تغريده حق مشعل العسعوسي قال له تغريده ما ادري عاد اذا مخترق بعد ولا لا قال الدوري راح يحدد التحكيم. طيب اخذ اخوي فهد صبحك الله بالخير. هلا ابو سعود يعطيك العافيه. حياك الله يا اخوي فهد. الله يحييك ابو سعود. احنا ما نتحامل على نادي الكويت، بس الواقع يفرض نفسه. هالسنه نادي الكويت رقم قياسي جميع المراحل، كره القدم انزين 11 هوشه، كره اليد 6 هوشات، كره السله 4 هوشات، رغم قياسي ما في كل نادي السنه بيتهاوش 3-4 مرات. واقول حق عبد الله ما يهزك ريح، وعفوا ترى حق يعني حق نادي كاظمه انا ما نقول مسير، بس نقول اتجاهها قريب على نادي الكويت. بالدليل لما انعطى شو اسمه فهد لنادي حق الكويت ما كان راضي يطلع حق اي نادي محلي. ونادي كاظمه عندهم لاعب عمره 22 سنه كان من مواهب كره الطائره قبل 3 سنين، للحين 3 سنين قاعد يسجلونه بالقيد مو راضي يحولونه حق القادسيه حرين. بس الاتجاهات واضحه. وسعود حتى بس بسيط الله يخليك. تفضل. احنا مو قاعدين قهوه يا اخوان الحضور في مشاهدينا كارم طالعون عشان واحد يقول الامثال البايخه هذه، يحترم المشاهدين ويكرم كذا، ما يبي يكرم المشاهد اللي عندكم. طيب مشكور يا اخوي فهد. اخوي فارس صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعيد. حياك الله يا اخوي. صبح عليك وعلى اخواني معك. حياك الله. ابو سعيد عندي 3 امور. تفضل.
الامر الاول انا اليوم توني وصلت من لندن الحمد لله على السلامه بشرتكم الشيخ طلال بخير فحصاته طلعت امس اطمنا عليه الحمد لله على سلامته الحمد لله على سلامته الله يسلمك الامر الثاني وسعيد الادعاء الامريكي اللي حقق في شبهه الرشوه ما جاب اسم الشيخ احمد الفهد لا من بعيد ولا من قريب لكن نتفاجئ احنا ان بس دولة الكويت او بعض الاعلاميين في دولة الكويت هم اللي وجهوا الاتهام للشيخ احمد الفهد مع انه ما في اتهام رسمي له الامر الثاني صوتك راح يا اخوي فارس قاعد يقطع ما ادري والله عند الخط اخذ اتصال اخر عموما حتى يجهز اتصال الحمد لله خبر مفرح يعني فرحنا نعم صراحه طمنا على 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 على, على صحة الشيخ طلال الله يرد بالسلامه يا رب ان شاء الله وصلت لنا ان شاء الله ايضا لا مراجعه في شهر يوليو القادم نتحمد له بالسلامه اكيد دون شك بنروح حق مباراه الكويت والنصر نشوف تقريرها ولا في اتصالات ولا نروح فاصل اخوان ها شباب نروح حق تقرير الكويت والنصر وفي ختام مباريات الجولة حقق الكويت فوزا مريحا على مضيفه النصر بثلاثية نظيفة في مباراة كان نجمها الأول عبد الهادي خميس جاءت المباراة متوسطة المستوى بدأها الكويت مهاجما فيما حاول النصر إغلاق مناطقه الدفاعية سيطر الأبيض ولم يتأخر في افتتاح التسجيل بعد كرة عرضية من سامي الصانع أنهاها عبد الهادي خميس بالشباك وسدد عبد الهادي خميس كرة أخرى مرت غريبة من المرمى انتصرت خطورة الأبيض على تحركات نجمه عبد الهادي خميس الذي سدد كرة رأسية أخرى على المرمى قبل نهاية هذا الشوط ظهر خميس مجددا وتسبب بركلة جزاء للأبيض انبرى لها عبد الله البريكي بنجاح مسددا الكرة على يسار الحارس أحمد عادي وفي الشوط الثاني تراجع مردود الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب وكثرت الكرات المقطوعة والتمريرات الخاطئة من الطرفين بعد ذلك سجل عبد الهادي خميس هدفه الشخص الثاني والثالث لفريقه بعد تمريرة جميلة من العاجي جمعة سعيد بعد الهدف تحسن مردود الأبيض قليلا وسط غياب تام للاعبي النصر الذين فشلوا في الوصول إلى مرمى الحارس مصعب الكندري حتى نهاية اللقاء طبعا احنا لعبنا ضد فريق انه واصل المركز الثالث قاعد ينافس على المركز الثالث مو فريق سهل ولا الحمد اللاعبين أدوا اللي عليهم بس مستوى المباراة يعني ما نوعا ما يعني احنا مراضين على المستوى بس الحمد لله ثلاث نقاط هذه افضل من الاداء احنا نتمنى ثلاث نقاط ناخذها احسن من الاداء ما نأدي مو مشكلة ما نأدي بس ناخذ ثلاث نقاط هذا اهم شيء الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وشيء يبارك النادي الكويت وجماهيره وقول هارد لك النصر لا مباراة صراحة كانت صعبة نادي النصر هالموسم قدم مستوى كبير الكل يمكن ما يتوقع ان راح تنتهي 3-0 لكن الحمد لله قدرنا نستغل الفرص من المباراة وهذه نهاية الدوري يعني كل مباراة تحتاج يمكن هدف وتسكر حتى لو كان مع احترامي كل الاندية نادي صغير هالمباراة ردتنا الصدارة اليوم بعد فوز غاتسية وخاصة الحين عندنا مباراة راح تكون غمة الدوري الكويتي بيننا بغاتسية وتوقع هالمباراة هي راح تحدد بطل الدوري بإذن الله مبارك حق فريق نادي الكويت مثل ما تعرف فريق نادي الكويت اغلبنا الامكانيات والخبره ما ابي اقول ان النقص اثر علينا يعني الكل موجود فيهم خير وبركه لكن اليوم ما توفقنا نهائيا لكن الحمد لله الشباب فيهم خير وبركه يمكن عشان الحافز ان احنا وخرنا على المنافسه شوي لكن بشكل عام اللي يعطيهم العافيه على الموسم هذا كله شباب قاعد ياخذون خبره معدل صغير اعمارهم مثل ما قلت لك أرد وأكرر أشيد في إمكانيات نادي الكويت فريق نادي الكويت قلت لك التوفيق ما حالفنا وبهذا الفوز حافظ الكويت على صدارته لترتيب الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة بينما بغى النصر على رصيده السابق ب 45 نقطة في المركز الرابع عبد الرحمن فوزان لبرنامج 90 دقيقة We'll be right back.
حياكم الله ويانا، عندنا لكم من جديد. الاخوان قاعد يحاولون اتصال باخونا فارس عشان لا يقولون احنا قطعنا الخط، وناخذ ايضا اتصال اتصالين، اتصالات كثيره اليوم. في اتصال جاهز. فارس تفضل. فارس خاف قاعد بسرداب. الو السلام عليكم. هلا ابو سعيد. السلام، هلا حياك الله، تفضل يا اخوي. الله يسلمك ابو سعيد. بتكلم عن الامر الثالث. تفضل. امس طلع بالتلفزيون الدكتور حمود الفليطح نائب مدير عام هيئه الرياضه. وقال انه تم حل اتحاد القدم بناء على امور اداريه طبيعيه. لذلك انا اطلب من وزير الشباب انه يقابل سمو الامير ويقول له انه تم حل الاتحاد على امور اداريه طبيعيه وليس على امور ماليه مثل ما قال ورفع قضايا. والامر الثاني انه يروح يسحب القضيه بعد هذا الكلام اللي مرفوعه على اتحاد الغدد بسبب امور ماليه. لان ما دام امور اداريه يعني الامر طبيعي، يعني هم يقولون امور اداريه طبيعيه ما تحتاج حتى رفع قضيه. مشكورين طال عمرك. نعم بس عموما مشكور يا اخوي فارس. هو قال حسب الكلام اللي وصل لنا الدكتور حمود قال في امور ماليه، يعني يمكن ما يقصد فيها السرقه لا سمح الله، ويقصد انهما يعني فيها سرقه. هذا امر احنا نستبعده بالتاكيد عن كل الاشخاص الموجودين في الاتحاد. يمكن في بعض الامور. اسمح لي انا سمعت كلام حمود. نعم كلام بضاري كان واضح ومحدد. قال احنا ما اتهمنا احد بالسرقه، يعني ما اتهمنا اشخاص بالسرقه، ما قلنا راحوا حطوا فلوسهم مخابيهم، لكن في تجاوزات. شنو التجاوزات؟ ما ذكرها. تجاوزات نفس هذه. عفوا اخوي ابو عبد الله. عفوا ابو عبد الله. احنا بخال اسمح لي خلني اكمل كلامي. والله لما اقول عندك تجاوزات يعني شنو؟ الله يرحم والديك. خلني اقول لك، هو قال انا قاعد انقل لك زين اشرح لي شنو التجاوزات يعني. يا ابو عبد الله خلني انقل لك الكلام اللي قال حمود. انا سامعه والله سامعه. اي حمود قال ما احنا ما اتهمنا الاشخاص انهم حطوا مخابيهم فلوس، احنا قلنا تجاوزات ماليه. عاد انت بتقول لي شنو؟ بقول لك هذا حمود موجود بضاري ما يخالف. إيه؟ انا قاعد انقل لك كلام حمود. انت رجل معلم وتعرف المفردات، شنو تجاوزات؟ انا قاعد انقل لك كلام حمود. عرفت شلون؟ القضيه مو قضيه هذا معلم ولا غير معلم. انت كلام حمود كان واضح وصريح ان ما قلنا احنا في ناس حطوا فلوس مخابيه، ما قلنا هم حراميه. قال لك النقطه، قال لك شنو يعني تجاوزات؟ هني عاد هني يسأل عليه حمود اللي قال شنو يقصد بتجاوزات. انا قاعد اقول ولا هو دفاع لحمود ولا حمود يحتاج دفاعي، لكن قاعد اقول لك شنو الكلام اللي انقال. عرفت؟ في ناس قالت تقول بواق، في ناس ايش قالت باللغه العربيه تقول لص. لا في ناس ايش قالت؟ عرفت هذا كذي. اسمح لي هني بواق باللغه هذه. في ناس قالت في تجاوزات اداريه باللغه العربيه لص. وانت قلتها توك الحين التجاوزات الاداريه. هو ما قال تجاوزات ماليه. وسعيد خلينا نقول عن التجاوزات الماليه. اي ترى تجاوزات ماليه تصير باي طريقه. في طريقه تصير، تعال انا عندي خالد الشمري كلاعب، أقعد أطلع له كل شهر مكافآت 300 دينار من صندوق النادي من الميزانية. هاي تعتبر مخالفة، ترى تعتبر تجاوز. لما نعطيه أنا من ميزانيتي الخاصة 300، ميزانية النادي مثلا أعطيه 300 دينار كل شهر، هاي تعتبر تجاوز. إلا إذا صار فيها كتاب رسمي اعتماد مجلس إدارة والكلام هذا كله، هذا ممكن يكون نوع من التجاوز. ترى ما نطعن إن هم مثل ما قال حمود الفليطح، ما قال إنهم قال أحد باق وحط شيء مخباته، وهم أبعاد عن هالشبهة هذه وكلنا نعرفهم. تجاوزات مالية نيابة. في من يقول شنو هذا؟ إن سوء استخدام ممكن تكون سوء استخدام الميزانية. بنفس الوقت في من يقول استخدام الميزانية بتوزيعها. لازم يكون عادل. عندك إثبات لما تحول. أما حولك عندي إثبات وأطلع بعين قوية وأسولف. هم شو يقولون؟ حلوا مجلس الإدارة على شنو؟ بناء على تجاوزات إدارية. هذا الكلام اللي قال أخوي فارس بتركي، إنه يروح الوزير يقول حق سمو الأمير إنه تم حل الاتحاد بناء على مخالفات إدارية. لا حمود قال في مخالفات ماليه، بس قال بنفس الوقت ما نقصد احنا انهم باقوا واحنا الحين من حلوا الاتحاد صار لهم سنه ونص ما اكتشفوا المخالفات المالية. انت تقول لي انا كهل هي موجوده استضيف حمود قال حمود لو يحققون فيها الاف بي اي كان انت قول حق خلصوا من الموضوع. قول حق الكلام حق حمود، احنا قاعد نقول لك شنو قال حمود بس. لا بس ان مثل ما قال انا حطوا فلوس بمخباتهم ما قال. لا ابد اخذ ولا اصلا بعاد عن هالشيء. منو معي؟ ابو عبد الله صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير وسعيد، كيف الحال؟ حياك الله يا اخوي. طيبين ان شاء الله. تصبح عليك الارتباط اللي عندك بس وعلي الزيد وخالد الشمري والاخ وياكم. الله بالخير. محسن كابتن محسن صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور ابو عبد الله، تفضل. كابتن محسن حبيبي انا قد ساوي بحث، لكن المشاده اللي كانت بينك وبين علي الزيد
هل الزود يعني انت قلنا امسيك انت والاخوان كلكم والثبات على العينرات ما عليك زود. كابتن علي الزيد ما كان يقصد ان نادي القادسيه ضرب النادي الكويت ولا شيء. كابتن علي الزيد قاعد يقول المواسم اللي طافت صح نادي الكويت اشتغل وتعب على نفسه، نتمنى كل واحد قد ساوي ان نادي الكويت القادسيه تعب على نفسه. وايضا القادسيه سنين قاعد يشتغل بطل وزعيم. ما لا ما عبد الله كمل دقيقه نقول الحق انت، القادسيه صار له سنين يشتغل ومتفوق، صارت له ظروف السنوات هذه والكل عارفها، بس لولا الظروف هذه الاجباريه ما يصير بالقادسيه. صح كلامك صح، لكن كابتن علي ما كان يقصد ان اساءه حتى القادسيه خلصت. طيب مشكور مشكور اخوي ابو عبد الله. اخوي عبد الرحمن صبحك الله بالخير. هلا ابو سعيد كيف الحال؟ حياك الله حياك الله. احييك واحيي ضيوفك اللي وياك. حياك الله يا اخو. يا ابو حسين هلا 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 والله هلا ابو فهد. انت تتكلم ابو عبد الله ترفع ضغطه الله يسامحك. لا ليش تو وياي مرتاح ياي من السفر؟ لا كل فتى من قالها ابي على قولتهم كان ابي. اسمعني انت قاعد تحقق بطولات الحمد لله، بعدين 50 سنه انا خبر الدوري الكويتي من سنة 64 يقول 50 سنة بطولات، شنو 50 سنة بطولات؟ يقصد كأس التفوق؟ يلا ننزلك ننزلك 10 سنين. دقيقة 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 خلي يحط الأرقام الصحيحة. بعدين يا أبو زيد. لا بالهجري هو قاعد. أوكي أوكي أبو زيد. راح نحط لك الأرقام وأنت تدري بالأرقام. يا أبو عبد الله. خليني أخلص. تفضل. باختصار أبو زيد. تفضل. سووا نفس القادسية، حطوا خيمة ودقوا على الجمهور تعالوا تبرعوا. هارد لك 1-0. طيب. حياك مشكور. ترى اخوي عبد الرحمن يعني القصد يمكن ابو عبد الله لما قال عدد السنين او عدد البطولات من باب لا هم القصد واضح المبالغه بان هم اكثر بطولات. انا لما اقول والله لو تقعد لك 100 سنه ما تاخذ نفس البطولات مو معناته ان بتقعد 100 سنه ما حد راح يعيش 100 سنه يعني. او واحد يقولك والله لو تشرب من ماي البحر ما راح تاخذ نفس يعني معقوله راح تشرب ماي البحر تمساح هي مجرد فقط ان ترى بطولاتنا اكثر من بطولاتكم. نفس الاخ اللي مساع اللي داك كنا ينتقد المثل اللي انا قلته يعني هل انا اقصد المثل اللي انا اقول بما معناه هذه الكلمه؟ بس هو المثل هذا مثل قلنا في امثال ويبقى انا اسف اذا انا غلطان يبقى انا اسف أيوة. كلمه قالته لانه وايد قالوا خلي عندي شجاعه اني شوف في امثال ما تنقال على الهواء ماني خايف انا من احد هذه شجاعه منك هذه شجاعه منك ترى ترى نقدر نغلط انا قلتها كمثل ونعتذر انا قلتها كمثل بس في امثال ما تنقال على الهواء بس في شغلات تطلع من قلب في شغلات ما تطلع من قلب وفي شغلات ولا احنا اقدر اضرب لك امثال هني واقول لك انا اسف سهله ترى يعني قصدك كلام علي قاعد يطلع كله من قلبه يطلع من قلبه اي ابو عبد الله اللي قاعد يصير فينا اعتذر اعتذار مقبول ما يبي لا لا انا 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 اقبل اعتذاره انا يعني انت قلت عبد الله انت الناس ضرب فيك ابو عبد الله من بدايه السنه انا ويا اخوان نعرف بعض من زمان ابو عبيد لكن الناس ما تقبل شيء ابو عبيد انت من بدايه السنه الناس ضرب فيك ويشككون بكل شيء شككون بالبطولاتك انت قاعد تجيب الشبه لا لا بطولات لا شوف اي مشكله تصير ما بين اي نادي ما علي. اي نادي لا 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 الحين حتى شوف حتى علي اللاعب لاعب قال يشك بمجلس الاداره علي حب اقول مجلس الاداره ابو سيار لا لا يعني شوف لين وين وصلنا اسمع خلنا نفيدك شغله لا ابو عبد الله حب اقول اكره اقول بطولات يستحقها نادي الكويت جزاك الله خير زمان كنت اقولها ويدري جزاك الله خير هذا غير والاحداث اللي صارت قاعد اقول لك غير اي بس لا تشكك بالبطولات ما اشكك بالبطولات لا مو الناس مو الناس الناس نادي تعطيك الكويت. كلمه وبعدين تروح نادي الكويت ايضا اعيد الحادثه اللي قلت لك مال خالد الغانم مال اليد صار له 5 سنوات ما خسر يستحق الريال قاعد يجيب احسن لاعبين وقاعد يدفع انا قلت الحق فيه لكن الامور الهوشات اللي صارت قاعد اقول لك صارت وتصدرها نادي الكويت ما قلت لك ما قلت لك شيء غلط انت ما يصير تقبل بهذه زينه لك ما صدرنا ما شاء الله يعني هذا المتصل اللي مساح اللي حط لك احصائيه بالهجات لو يحط لك احصائيه حق الفريق اللي شجعه يبلغ فيها اداره النادي عشان يوصلوا للمراكز هذه اول مره تصير وقاعد يجاب لي الهوشات ويعدل الهوشات اول مره تصير بنادي الكويت لا شيء مضحك يعني كل مكان يعني اذا هوشات قاعد يعدد الهوشات خلي يعدد الاخطاء اللي بناديه خلي يجاب لنا لانها أنا. غريبه على نادي الكويت بس عشان انت شيء مو مقابل غريبه شو غريبه على نادي الكويت غريبه انه وايد يصير مشاكل طيب اخذ اخوي احمد صبحك الله بالخير صبحكم الله بالخير يعطيكم العافيه حياك الله يا اخوي يعطيكم العافيه نختلف بالرياضه انت ضايق بالرياضه نختلف بالامور
أول شيء طلال فهد الحمد لله على سلامته سواء كان على الصح ولا على الغلط، هذا واحد. اثنين، نادي القادسية ما نختلف فيه مليون مرة أفضل من نادي الكويت تاريخيا، لو يسولف عندك مليون مرة قسما بالله يا تاريخ نادي القادسية أفضل من مليون مرة. بالمشاكل مراحل السنية أنا من مشجعين نادي طلال وتابع مراحل السنية، نادي الكويت خسر بطولة سبب مشاكل، اي نعم دشوا بتاريخ القادسية قالوا جعمل نادي التضامن وعطى نادي التضامن، هذه خداها بذراع ما خسر الا مباراة واحدة اللي هو القادسية وقف ويا الحكام سوري على الكلمة هذه. ما فهم له شيء ترى، والله قطع الصوت معه، احنا ما فهمنا شنو القصد من الكلام، ما ادري ايش اللي بيوصل له، لكن يا طاري المراحل السنيه يعني احترامنا للمتصلين دخلهم جميعا، يا طاري المراحل السنيه وهو يشجع نادي التضامن، ادري ايش اللي بيوصل له، اللي بيوصل له ما ادري، هو قاعد يقول كلمه حق ان القادسيه كل شيء ما حد يوصل مواصيله بس. اوكي اخذ لا ان شاء الله محمد، صبحك الله بالخير. 20 سنه اي مثلا نوصل، صبحك الله بالخير ابو سعيد، حياك الله، ترحب فيك وضيوفك الكرام، حياك الله يا اخي. انا عندي نقطه بالنسبه للاخ الاداري السالمية، انا عارف اسمه والله، المدرب الوطني كابتن عادل محمود، تفضل، لاعب دولي سابق نعم او نعم والله عادل محمود نعم. في نقطه ذكرها ان بخصوص ان اللاعبين اذا ما اخذوا يعني استحقاقهم ما ياثر عليهم باللعبه ولا بالاداره، احنا لاعبين سابقين عارفين الشيء هذا، اذا انت ما اعطيته مكافاته مو انه ما يلعب او انه ما يضحي، سواء ابن نادي ولا غير ابن نادي، هذا لاعب يعني يهاوي الشغله هذه، انت ما اعطيته ما راح يعطيك، قبل اذا لعبنا ولا فزنا مباراه اعطونا بس محمد مبلغ بسيط، قال لك اللاعب موظف الصبح عنده راتب وعنده راتب احترافي ما له شغل، طيب ما يتعب يطلع من دوام يروح العصر تمرين ما يتعب، راتب الاحترافي مو عشان تعبك هذا سيد، الراتب الاحترافي طيب مو تعبك هذا مو مقابل تعبك، شنو 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 معناته، شنو معنات المعنويه، انا بس السؤال شنو معنات معنويه اللاعبين، معنويه اللاعب اذا انت تعطيه، اما ما تعطيه تقول ابيك تأدي ولا تسوي، لا حتى بالتمرين بتاخر تمرينه تلقاه مو مضبوط بعد طيب. التمرين صح ولا لا، احنا أوكي. عارفين الشيء هذا، مشكور يا محمد، مشكور يا محمد يعطيك العافية، والله بصراحة كلامه مو مضبوط، تبي صدق مو صحيح كلامه، أنت لاعب هاوي أصلا، أنت منت لاعب محترف، أنت ما قاعد تلعب دوري محترفين، إحنا لعبنا 20 سنة الكباتن كلهم لعبوا، عطانا النادي عطانا ما عطانا ولا بز ولا بز أخذنا، إحنا نلعب لأن إحنا نحب هالشيء، هم جايين يلعبون كرة لأنهم يحبون كرة القدم نعم. مو جايين يلعب عشان الفلوس، بس أقول لك شغلة تسمح لي، أنت الحين تلعب نادي السالمية أديت مباراة ممتازة، طلعت من المباراة فايز، وأنت تحس نفسك أنت تألقت في المباراة، ويا مدرب الفريق وقال حق مسعود يعطيك العافية وتركك أنت، مباراة مباراتين ثلاث ما تأثر نفسيا ما تأثر، يحتسب مكافأة يعني، لا 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 لا، قال له يعطيك العافية ما قصرت وأنت كنت نجم اليوم ولا ياك، معنويا ما تأثر، ما ينزل هذا امر اخر، تبي الصيد تبي الصيد، هذا انا بقول لك مثال الان، كلمه مثال تاثر، لا لا كلام انا مو مع شامبو محمود، بس اضرب لك مثال، لاعبين نادي القادسيه وقريب منهم ابو عبد الله، النادي خلينا نكون منصفين، هل قاعد يكافئهم اليوم؟ يعني جزاه الله خير، ودائما اشكر اخوي فهد البكر، هذا الرجل صراحه مهما شكرناه يعني دعمه للاعبين القادسيه ونادي القادسيه يستحق، من رجالات النادي اللي قاعد يكافئ اللاعبين اليوم كافئهم، لو ما في شخصيات قاعد تكافئ اللاعبين، هل مجلس اداره قادر يكافئ اللاعبين بعد الفوز؟ صراحه زين بالمقابل شوفوا ايش قاعد يسوون بالملعب، بالمقابل بقول لهم ايش قاعد يسوون، واصلين يا ابو سعود قدم لان يحبون شعار النادي، شفت ابو سعود هذا اللي يقصده، لا 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 ابو سعود انا شغله، لما يتضايق اللاعب تلومه؟ لا لا ما نلومه، بس هذا اللي قاعد نقوله احنا، بس هو يقول ما تضرب، هو يقول ما توصل انك تضرب، لا ما نعتبر او انك ما تبي تلعب او ما تبي تتمرن، احنا نقول يقل اداءه ممكن، ليش يا اخي اللاعب بشر، طيب احساس مشاعر اوكي، بعدين مو بس البكر ترى يعني، لا انا وصلت لي معلومه ان اليوم فهد كافوه، ما قصر اللي بكافوهم اليوم بقول بشكره يعني العبد الجليل، ما قصر نعم. انا والله وصلت لي معلومه ان اليوم فهد البكر هو اللي مكافوهم، فعشان كذا ضربت المثال ادارته، في شغله واحده انا قلتها قبل هالمره هني، احنا تنقصنا الروح حلو،
احنا مشكلتنا الحين اغلب لاعبيننا مع احترامي لهم وتقديري لهم يلعب عشان الفلوس، ما يلعب عشان الفانيلا ولا يلعب بروحه. يا جماعه هذا زمن الماده يا جماعه محمود، هذا زمن الماده الاحترام. بس عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله انت بلد متخلف شو تسوي؟ ابو عبد الله ابو عبد الله لا اذا انا قاعد اشوف العالم قاعد اعطي وانا متخلف. ابو عبد الله ترى كابتن عادل قال لك نقطه، قال لك احنا مو محترفين، يعني اليوم مو مثلا وظيفتي لاعب كره قدم اذا ما اعطاني راتبي ابقعد بدون راتب. قال لك عنده راتب تتكلم بس طالع تحت تلقى يا مدرس يا ضابط يا بس طالع نفسك انت اوكي ضابط مدرس. انا ممكن برا احترف اخذ فلوس اكثر من اللي هني ولاعبين راحوا الحين بالسعوديه فهد والظفيري وهذول شوف ايش قاعد ياخذون بالالاف وهني 400 دينار ياخذها اخر السنه. هذا نظام ديرتك وانا قاعد اقول لك انت متخلف في الرياضه، انت اصبحت الان نظام احتراف فلوس. خلاص هذا محمود قاعد يتكلم ايام الرمل ترى واخذ اخوي والله يترك عنك روحك الله بالخير يا قصه هذه عيب لا راحت لا ما يصير تروح. تفضل يا اخوي مضحي. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور يا اخوي. اول شيء يا جماعه خلينا نسمع شوي هدوا الحلقه شوي شاده شوي الحلقه هاديه هاديه ان شاء الله. اول شيء نبارك النادي الوحد السعودي على صعود دوري جميل. لا دوري الدرجة الأولى أو الممتاز الثانية الأولى الأولى أو الثانية يعني درجة ثانية صاعد صاعد درجة ثانية. الهلال بطل دوري جميل طبعا طبعا نعم. وأقول عادل محمود عاش من شافك عاشت أيام من الرشاش اليوم وين شوتاتك أول بطول لي عمرك وين شوتاته مقول على منو لأنه يلعب بلاش من يقدر يصد شوتاته لا يقول شي خالد الشمري ولا امس الجول محسن غانم على العربي يوم مصور حقه 1-0 من عليه من الجول شيكو الله يرحمه سمير الله يرحمه سمير الله يرحمه ويغمد روحه الجنة الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ايش اقول صاحب النادي غاتسيه ما حد ينسى ما حد طيب مشكور يا مضحي انت ضيعت الدقيقه مبارك عقله ما عندنا وقت لا علي مشكور على الزيت تولى تكلمنا ضيع الدقيقه على الموشه تكلمنا عن لعبتنا باكر جايبيننا مشكور على الزيت ان شاء الله ولا بتجيبوا غيري كل موجود يانا كويتاوي يتكلم ان شاء الله علي الزيت مشكور مشكور عادل محمود اعطيك كلمه اخيره تفضل احنا بنتكلم لا الاختلاف بالراي لا يفسد القضيه احنا نتمنى اتمنى اتمنى نترفع عن ان نطعم في النوايا نتكلم على اشخاص ونقول الله هذا يقصد كذا والله كان زين الناس كلها احنا عباره قلبك يا عن مواقف كل نفس قلبك ان شاء الله ترى بالنهايه الكل الكل قاعد يخدم الكويت والكل قاعد يقول الكل يحب الكويت والكل هدفه ان الكويت مو عاجبه كلامك ابو عبد الله عبد الله ما يعجب العجز نتمنى لا بس في افعال واضحه يعني بس ما ننسى نتحمد حق الشيخ طلال بالسلامه والله هذه كلها ادعاءات هم نكررها مره ثانيه بصراحه وصلنا الختام نلقاكم باكر الى اللقاء